وخصوصا النهارده يعني بعض المدارس الانترناشونال بدات النهارده فعلا دراسه بالفعل، فعايزين نطمن برضو على حاله المرور عشان نعرف الشوارع في مصر النهارده عامله ازاي. بنصبح على حضراتكم مره تانية، وخلينا في البدايه نستعرض معاكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم من محافظه القاهره وتحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه. هنفضل متجهين لحد ما نوصل لتقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات بسيطه. عند كوبري الجلاء في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه. كورنيش النيل اللي جاي من المظلات في كثافات مروريه بسيطه متحركه ومستمره لحد وسط البلد. ومن القاهره نروح لمحافظه الجيزه، ومحور 26 يوليو بيشهد في الطريق القادم من اكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان كثافات مروريه. كمان بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركه بنزله شارع البحر اعظم وصولا الى منطقه الدقي حتى ميدان الجلاء، في كمان تباطؤ في حركه السيارات. في بعض الكثافات اعلى دائري المريوطيه المتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزه، وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الاهرام وصولا الى ميدان الرمايه. ونروح معاكم لمحافظة المنيا، وفي سيولة مرية في عدد كبير من الطرق. طريق الشيخ فضل فيه سيولة مرية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة، لكن طريق المنيا مغاغة في بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة. طريق الصحراوي الشرقي فيه كثافات مرورية بسيطة. ونكمل جولتنا ونروح محافظة الشرقية وطريق من العاشر من رمضان لمدينة الزقازيق في سيولة مرية ما عدا بعض التكدسات عند مدخل مدينة الزقازيق. أما الطريق من العاشر المتجه إلى مدينة العبور من خلال بلبيس ففي حالة من السيولة المرورية. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.